مسافر عمره مع الشباب. عمره؟ مين دي يروح معاه؟ خالد. ولد مين؟ ايش اسم امه؟ ايش مناسك العمره؟ مناسك ايش هي مناسك؟ حج بيت الله الحرام. حرام اذبح. طريق اللي يوديك للحرم. هذا اعرفه الهدف. هذا فوق جبل عند القرد اللي زيه. خلاص انت وصلت عند الباب علمنا نفتح لك اخي. هذا فهد نحف بشكل صار هيكل عظمي. هلا بالعيال وحشيني. طول شعرك وش ذنبك انه محدد بعد؟ جوكم خس. اعطونا مزيك وعلي عن صوت يا دي جي. طيب ومن بعد يجيبونك يعني مثلا ابراهيم عبد الرحمن الحين؟ لا كان في green thing ودي كول نعناع نعناع يا نعناع هذا بعدين حطيتها بالاحمر اللي شاي او ماي جاد يا بعدين حطيتها بال شو اسمه شنو بالعربي جايز شنو بالعربي هذا باب باب او ماي جاد طاقة وكالة يلعن ابليس هذا كل يوم موتر السالفة هب يا الدباس الحمد لله هلا ما انت المسهور؟ شو شو ذاك اللي في الانستغرام يكتب اول كومنت ترى هذا انا دايم دايم اكتبها ما انشر سنابي يا اخي انشر يلا يا اخي انشر الحلال خلاص ما اقدر يا اخي قلت لك ما اقدر غصبي زعلت طيب ما زعلت يا ابن حلال ما زعلت يلا مشاهير دايم تكبر ما فيهم شيء مشاهير يا اخي تراكم غثيتونا ماني بناشر لك خلاص يا ابن علال ازعجت امي يا اخي ايش تبي مقفل علي يا اخوي مو ترك اللي وراه